والله أنا بشوف إنها دورة طبعا مهمة، دي 50 المهرجان، أعرق المهرجانات العربية، المهرجان الذي ورثت حبه يعني من أستاذي ومعلمي يوسف شاهين، أو من أوائل المهرجانات اللي قدمت يوسف شاهين وحطته على الخريطة العالمية هذا المهرجان، وبيتكرم السنة دي في الخمسينية بتاعته، فكان يهمني الحضور. أعتقد السينما الإفريقية دلوقتي حطت لها مكان هام جدا في السينما العالمية، كان زمان بياخدونا كده كفلكلور، الآن لأ، الآن السينما بتنافس عالميا وبتقف على قدم وساق مع كل السينما في العالم، وبتنافس في أشرف يعني في أكبر المهرجانات وبشراسة كمان. لا، السينما الأفريقية يعني تقدر تقول عليها ثقافة سينمائية مختلفة عن ثقافات كثيرة، وبتعبر عن خصوصية الثقافة الأفريقية.